في خطوات جادة للدلتا، وتم طرح مناقصة في مطلع مايو الشهر الماضي، واحنا في انتظار تلقي العروض في منتصف أغسطس إن شاء الله. وفي إطار الشفافية تم وضع قواعد التقييم للعروض اللي احنا في انتظارها إن شاء الله. احنا داعمين 200 خبرة عالميين، واحد أمريكي وواحد إيطالي، ومتفاعلين جدا معانا. في نفس الإطار احنا، لأن كان حصل اقتران في موضوع النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة، وكانت النصر محل اهتمامنا في إطار الترابط واستمرار نفس المجال، فإحنا برضو حاليا بنعد كراسة مناقصة لدراسة ظروف شركة النصر للأسمدة تمهيدا للبدء في أعمال تطويرها. بنبحث عن استشاري برضو في إطار التقييم. احنا مسارنا في التقييم دلوقتي إن احنا بنبص للاستشاريين يقيموا الوضع الفني للشركة قبل ضخ أي استثمارات للإصلاح، عشان ما يكونش الإصلاح مجتزأ وفي الآخر نلاقي نتائج غير فعالة أو غير منتجة. فإحنا ماشيين في نفس المسار للشركتين جدا جدا بفضل الله، ما عادش فيها المشاكل الفنية اتحلت اللي فيها، وإنتاجها مستقر. أعطال بسيطة اللي بتحصل دلوقتي أعطال عادية، بتبقى إيقاف ساعة ساعتين، الأمور بتبقى بالساعات دلوقتي، ما عادش فيه التوقفات الطويلة اللي كانت بتحصل قبل كده. ونأمل بإذن الله لهم التوفيق، وإن هم ينتقلوا للتراك بتاع الأرباح بإذن الله، مسار الأرباح يتحقق إن شاء الله بعد كده بإذن الله. ومفيش كلام عن تطوير كيما القديم؟ الكيما القديم لسه هي في مجال تسوية، هي الموضوعات المعلقة، لأن كان في كلام قبل كده سابق مع المقاول العام المنفذ كيما إن هو يدخل في التطوير كيما القديم، فأصبحت مسار التسوية المالية الأول. إذا انتهينا منها هنشوف أنت في مطار ينفذها المقاول الحالي ولا مقاول تاني، وهتمشي ازاي المسار، لكنها برضه محل اهتمامنا برضه. طيب، مناقصه الدلتا للاسمده، المناقصه الحاليه هيكون غرضها ايه تحديدا؟ غرضها اختيار استشاري عالمي لدراسه الحاله الفنيه للمصانع بشكل متكامل، علشان احنا دلوقتي اصبحنا بدل ما كنا في عندنا السكان على في ناحيه من الشركه، اصبح الوضع الجديد هيبقى في منطقه سكنيه محيطه بكل الشركه، فاحنا بنحاول نشوف افضل السبل لتجنب اي تلوث بيئي او اي انبعاثات. جدا جدا بفضل الله ما عادش فيها المشاكل الفنيه اتحلت اللي فيها، وانتاجها مستقر. اعطال بسيطه اللي بتحصل دلوقتي اعطال عاديه، بتبقى ايقاف ساعه ساعتين، الامور بتبقى بالساعات دلوقتي، ما عادش فيه التوقفات الطويله اللي كانت بتحصل قبل كده. ونامل باذن الله لهم التوفيق، وان هم ينتقلوا للتراك بتاع الارباح باذن الله، مسار الارباح يتحقق ان شاء الله بعد كده باذن الله. ومفيش كلام عن تطوير كيما القديم؟ الكيما القديم لسه هي في مجال تسويه، هي الموضوعات المعلقه، لان كان في كلام قبل كده سابق مع المقاول العام المنفذ كيما ان هو يدخل في التطوير كيما القديم، فاصبحت مسار التسويه الماليه الاول. اذا انتهينا منها هنشوف انت في مطار ينفذها المقاول الحالي ولا مقاول تاني، وهتمشي ازاي المسار، لكنها برضه محل اهتمامنا برضه. طيب، مناقصة الدلتا للأسمدة، المناقصة الحالية هيكون غرضها ايه تحديدا؟ غرضها اختيار استشاري عالمي لدراسة الحالة الفنية للمصانع بشكل متكامل، علشان احنا دلوقتي اصبحنا بدل ما كنا في عندنا السكان على في ناحية من الشركة، اصبح الوضع الجديد هيبقى في منطقة سكنية محيطة بكل الشركة، فاحنا بنحاول نشوف افضل السبل لتجنب اي تلوث بيئي او اي انبعاثات.